مرحبا، أهلا وسهلا فيكم، سلام الجميع في لقاء خاص على كنار تي في صوت العرب من كندا. أنا محدثكم جمال الشريف. عندما نتكلم عن شباب غزة نتكلم عن الشموخ، نتكلم عن الإباء، نتكلم عن الصمود، نتكلم عن القوة، ولكن هناك جمال في هؤلاء الشباب، مواهبهم اللي بنحب دائما ننميها وندعمها، الطرق اللي بيحاولوا فيها أنه يلتفوا حول ما يحدث في غزة من حصار، من صعوبات، من حروب تحدث كل 3 4 سنوات عليهم، من دمار منازل، بيوت، مدارس. صمودهم بعلمنا الكثير، مع أنه هم بيحتاجوا دعمنا وبيحتاجوا مساعدتنا وبيحتاجوا أنه نقف معهم سواء سياسيا أو اقتصاديا أو حتى إعلاميا. ولكن أنا صراحة كل ما أحاور شخص من شباب وأطفال غزة أتعلم الكثير، أتعلم منهم كيف يمكن أن يكون الإنسان قويا برغم الظروف التي تلاحق. اليوم معنا شاب من شباب غزة، السفير الدبلوماسي الفلسطيني الشاب محمد خالد دغمش. أهلا وسهلا فيك يا أبو حميد. أهلا فيك دكتور جمال، حياك الله. كيف صحتك؟ الله يبارك فيك، حياك الله يا دكتور. أنا كثير مبسوط إني اليوم أنا معك. أنا شفت عدة فيديوهات إلك وعدة شغلات عنك، لكن بدي أعرف الجمهور عليك. تفضل يا محمد، أول شيء عرف الجمهور مين محمد؟ بداية أشكرك يا دكتور على هذه المقدمة الرائعة، وأنا سعيد جدا اليوم بهذا اللقاء الراقي والمميز طبعا معك، مع هذه الشخصية الرائعة من كندا، وبكون أسعد كمان إنه أنت تقدمني كشاب من شباب فلسطين وتعبر عني بمعنى الصمود وبمعنى التحدي. وطبعا هذا واقع عن شباب فلسطين وعن شباب غزة، وهو ليس مدح يعني أو نوع من المجاملة، فأنت حكيت الحقيقة. طبعا بعرف عن نفسي، اسمي محمد خالد دغمش، من مواليد قطاع غزة، ولدت عام 2005 في 21 يناير شهر واحد. طبعا كإنسان يولد في غزة يولد ليتعايش مع الظروف، يولد ليخلق بين الصعاب ليكون جزءا منها. فلما تسألش يعني ليش أنت هيك وليش هذا هيك، فهذه إحنا أبناء غزة مختلفين، إحنا أبناء غزة مختلفين عن الجميع بصمودنا وبتحدينا وبإرادتنا وبعزيمتنا التي لا تنكسر، رغم إنه إحنا أكثر شعب أو أكثر ناس علينا مضايقات ومقهورين ومظلومين ومستبعدين عن كثير أمور ومسلوبة منا حقوقنا، لكن عندنا الإرادة والعزيمة عالية كثير ومهمتنا قوية بحمد الله تعالى. طبعا أنا كمحمد خالد دغمش شاب فلسطيني أطمح إنه أنا أرتقي طبعا بنفسي، وإني أكون ذخر لهذا الوطن، وإني أكون ذخر لعائلتي، ولأكون قدوة للشباب الفلسطيني هنا في قطاع غزة على وجه الخصوص. فطبعا أنا لي العديد من الممارسات والأنشطة الذي أمارسها داخل المجتمع يعني، ولي تجربة بسيطة ومطلع يعني على بعض الأحوال حسب تجربتي هذه البسيطة اللي خضتها في المجتمع الفلسطيني. طبعا حدثت في فترة من الفترات تفضل. طيب احكي لي اول شيء، انت باي صف هلا محمد؟ حاليا في مرحلة الثانوية العامة. السنة هاي ثانوية. شو ناوي تدرس نعم، بعد الثانوية ان شاء الله؟ إن شاء الله رب العالمين إن ربنا وفقنا وسدد خطانا في هذه المرحلة العلوم السياسية، مجال العلوم السياسية. حلو، مجال رائع ومجال مهم خاصة لأهلنا في فلسطين، عشان نقدر نتحاور سياسيا حول العالم ونظهر حقنا في قضيتنا. طيب احكي لي شوية عن المجتمع المحلي. أنا بعرف أنك ناشط في المجتمع المحلي، ولذلك أعطيت كلمة السفير صحيح،
أو لقب السفير، احكي لي ليش أخذت هذا اللقب؟ نعم، في الحقيقة بدأت الحكاية في فترة شهر 3 تقريبا، فترة كورونا، فترة انتشار كوفيد 19 في المجتمع الفلسطيني على وجه الخصوص في قطاع غزة. طبعا أعلنت مؤسسة من المؤسسات عن حريتها للمتطوعين، فأنا خضت التجربة وتقدمت وتطوعت في هذه المؤسسة، وانطلقت في أنشطة وفي فعاليات وفي عدة أمور، بحيث إنه أنا يعني حبيت إنه أطلع، يعني فضول زيادة عندي، فحبيت إني أدخل وأشوف إيش الموجود يعني في هذه المرحلة أو في هذه الدائرة على وجه الخصوص، الدائرة المجتمعية. فتفاجأت إنه منظمات عالمية تتواصل معي وتمنحني لقب سفير السلام الدولي، يعني بصفتي عنصر صغير في المجتمع الفلسطيني يسعى إنه يحقق السلام في مجتمعه على الناحية الصحية وعلى الناحية طبعا الطبيعية في المجتمع اللي بنعيشه. فبدأت هنا بعلاقات دولية، وصار في تواصل كثير معي من الخارج ومن منظمات ومن مؤسسات ومن جمعيات، وطبعا حصلت على عدة ألقاب ومنها لقب سفير المبدعين الموهوبين. طبعا أنا إلي جانب خاص في الإبداع وفي كتابة الشعر وكتابة الروايات والقصص والتعبير النثري عن الواقع. طبعا كان إلي جانب الإبداع، فأنا لما دخلت المجتمع ظهرت أكثر في الجانب الإبداعي، وخدت مسابقات في الشعر عالمية ودولية. من هذا المنطلق أيضا حصلت على جوائز عالمية في الشعر وفي الأدب، وحصلت على أوسمة. فمن هنا بدأ لظهور إعلامي طبعا إلي، كثير مقابلات كثير لقاءات واستضافات في الفضائيات الفلسطينية، وطبعا ظهور مجتمعي. طبعا ابن المجتمع مختلف، يعني بيكون له ظهور خاص لأنه ابن مجتمع متوسط في المجتمع. صحيح. فأنا في المرحلة هذه فخور بنفسي، يعني إن في مرحلة هذه الكورونا، في مرحلة 6 شهور، حققت إنجازات عظيمة. هذه الإنجازات بهديها لوالدي ولوالدتي ولمجتمعي ولوطني الحبيب فلسطين. طبعا وإلى الآن أنا بعبر بهذا القلم النازف بالدماء الذي هو حبره من دمي، بعبر عن الآلام الموجودة هنا في المجتمع الفلسطيني. المجتمع الفلسطيني يعاني من فقد كبير، فقد اجتماعي وفقد سياسي وفقد ثقافي وفقد في كل الميادين يعاني المجتمع الفلسطيني. إذا الحصار يؤثر اليوم بنسبة كبيرة، الحصار يعد جريمة دولية بحق قطاع غزة، نعم، يؤثر على كل مناحي الحياة. أكيد أكيد. احنا نتكلم شوي عن الحصار وأهم لاحقا، بس عشان أشرح للجمهور. إذا كلمة السفير أعطيتها من قبل منظمات عالمية كسفير للسلام وليس سفير كدولي، فكلمة دبلوماسي يمكن هي ليست بال لا ال... كلمة لا تفضل. كلمة السفير الدبلوماسي من المنظمة التعاونية الدبلوماسية، طبعا تصدر اسم القائمة الدولية، يعني وسط شخصيات دبلوماسية. ومن هذا المنطلق يعني برضو انتشر الخبر كأصغر سفير دبلوماسي من فلسطين. حلو، اوكي، يعني اخذت اللقب سفير دبلوماسي، ممتاز. خلينا نحكي عن الهوايات. هوايتك؟ الهواية اللي عندي، نعم، احكي لي عن هوايتك. طبعا هوايتي الكتابة والقراءة والمطالعة، وأحيانا الفضول، يعني كتير عندي فضول بحب أستطلع. حلو، ممتاز. الكتابة، كتابة إيش؟ تكتب شعر، تكتب نثر، تكتب قصص؟ بكتب الحمد لله في كل المناحي، في الشعر وفي النثر وفي الكتابة النثرية وفي الروايات وفي القصص. عندي كتابة إبداعية يعني في كل النواحي. حلو، طيب. مين دعمك؟ مين في البداية خاصة، مين دعمك؟
طبعا لما نتكلم عن البداية بيجي دور الأسرة يعني في الأول، لأنه هي الحاضنة الأولى وهي المربية وهي اللي يعني مصنع الفكر. الأسرة هي اللي بتنتج، لأنه البيئة في الأسرة الأسرية بتكون بيئة خاصة لأي شخص، بيكون له ناتج فكري أو ثقافي أو علمي إلا ما يكون عنده بيئة أسرية مميزة. ماذا عن فالأسرة هي المدرسة؟ الداعم الأول طبعا. المدرسة طبعا المدرسة، كل المناحي، كل يعني المجتمع الفلسطيني عندنا بيعتني بالطاقات الشبابية الإيجابية، ومؤسسات كتير يعني بترعى هذه الأمور. لكن الحصار والأمور يعني المضايقات والاعتداءات هذه اللي بتسير علينا يعني بتغير نفسياتنا وبتتعبنا يعني بتنهكنا. لكن احنا رغم ذلك مستمرين، احنا مستمرين وبدنا نقهر الظروف وبدنا نسير على هذه الجسور. احنا بدنا نكون جسر للحرية. إن شاء الله إن شاء الله. طيب محمد، احكي لي عن المجتمع. أنت حكيت لي شوية عن المنزل، حكيت لي عن المدرسة، بس المجتمع بدي إيش دعم، كيف دعم المجتمع نعم، إلك كشاعر وككاتب وكمؤلف؟ لما أنا أتكلم عن المجتمع بتكلم عن دعم جماعي. اليوم أنا أتوسط المجتمع، وسط مجتمع في ناس ترعى الثقافة وفي ناس ترعى الأمور الاجتماعية وترعى الطاقات الشبابية وترعى هذه يعني هذه الأفكار التي ممكن أن نرتقي بها في المجتمع. فكثير من الأشخاص داخل المجتمع كانوا داعمين لي، كثير يعني من أصحاب المؤسسات وأصحاب الخبرات الثقافية والعلمية والشخصيات الاعتبارية والقامات الفكرية والوطنية. طبعا أي شخص يعني وليس على صعيد نفسي يمتلك هذا الفكر ويمتلك هذه الموهبة التي يمكن أن يرتقى بها وتصبح موهبة كبيرة، ولربما تكون في يوم من الأيام شيء كبير لهذا الوطن. إن شاء الله. فبالتأكيد سيكون لها دعم وسيكون لها تحفيز، هذا يعني مبدأ مجتمع. فأنا من هذا المنطلق أحيي كل شخص كان له يعني شيء بسيط من الدعم المعنوي والفكري والثقافي. كل شخص كان خلفي ويدفع هذه السفينة إلى الأمام لتسير وتبحر في البحار وتصل إلى مرادها وهدفها. آمين. هل في مؤسسات تدعم الإبداع في غزة؟ مؤسسات مجتمعية؟ حقيقة المؤسسات ليست بعنوان إبداعية بشكل مباشر، لكن جانب من جوانبها أو قسم من أقسامها ثقافية. فهذا القسم ممكن أنه يكون بيعتني، لأنه إحنا في عنا يعني كتير أمور صعبة، مش ممكن إنه إحنا يكون مؤسسة باسم إبداعية. إحنا مطموسين يعني، يعني إشي غريب عنا إنه إحنا مطموسين ومش ظاهرين. يعني كتير ظروف بتأثر علينا وبتحجبنا من الظهور. نعم. يعني طيب هذه قبل ما نكمل في الأسئلة، بدي أسمع إشي منك. يعني الكل الآن متلهف من المشاهدين، بده يسمع إشي من محمد عن إشي بتحبه أنت كتبته. تمام، راح أسمعك يعني قصيدة من أعمالي اللي هي أحبك يا وطن السجين. تفضل. تمام، أحبك يا وطن السجين، القلب ينبض بدقات عشقك الحزين. القلب ينبض بدقات عشقك الحزين، أعانقك عند آفاق النهار وأخشى من الليل أن يغار. وأخشى من الليل أن يغار، أرتشف شوقا لأعانق شمس الحرية، لأكتب أجمل حروفي الأبجدية من خلف قضبان أحزاني
أعزف ألحان حبي ولا أبالي، أداعب خيوط الشمس الذهبية، أداعب خيوط الشمس الذهبية، فأنا طريد حبك المغرم بعاصمتك الأبدية. أيا زهرة الأمة العربية، أيا زهرة الأمة العربية، أنت الحب النابض يا شمعة القضية، أنت الحب النابض يا شمعة القضية. لك في القلب 50 عتاب، لا أسمع منك دقة عشق وأنا واقف على الأبواب. هل آن للقلب أن يستريح بعد طول انتظاري على بوابات عشقك الذبيح؟ هل آن للقلب أن يستريح بعد طول انتظاري على بوابات عشقك الذبيح؟ تطايرت ثنايا عشقنا كالريح، وجداني ينزف ألما كالذبيح، فقد تلحفت بحبك يا وطني وأصبحت كالكسيح. فقد تلحفت بحبك يا وطني وأصبحت كالكسيح. متى للقلب أن يستريح؟ متى للقلب أن يستريح؟ الله الله، أبدعت أبدعت. سؤال مهم جدا، هل أنت بتكتب شعر على بحور ولا بتكتب على شيء معين؟ يعني هل تستخدم بحور الشعر؟ هل بتقطع؟ بستخدم البحور، لكن غالبا يعني بفضل على القافية، أكتب على القافية، وأحيانا بستخدم البحور. هي الكتاب، أنا قلت لك يعني مصدر كتابتي كتابة إبداعية، يعني مش إنه أنا إنه بس بدي أسطر شعر بحور ولا بقافية، لا، هذه بتكون خلص طالعة زي هيك مني، نابعة من القلب هكذا. يعني أنا مش إنه بحكمها لبحر، أو إنه أنا بدرجها لقافية، أو إنه أنا خلص بأنظمها لإشي معين، لا، هي زي ما طلعت هيك من العقل والقلب، خلص بخليها زي هيك، لكن وفق يعني ما يتناسب مع الشعر، يعني وفق ما ينص حلو. عليه الشعر، يعني مش إنه أنا أحكي الشعر وإنه هو مش شعر، لا، لكن أنا غالبا ما بقيدها لبحر أو لا قافية معينة، خلص حسب منابعه ووفق أصول الشعر. متى بدأت الكتابة؟ هي الموهبة من سن مبكر، لكن هذه الكتابات الإبداعية يعني من جديد بدأت إنه أنا أطلع فيها، يعني تقريبا من فترة 6 شهور، في مرحلة كورونا، يعني إنه إحنا المرحلة هذه خلص يعني معطلين عن الدوام المدرسي، ويعني تقريبا يعني فاضيين، وما فيش عندنا أشغال منزلية وإنه أشغال مدرسية وإنه واجبات بيتية أو يعني أي جانب من الجوانب، فحبيت إنه أنا يعني أبدأ أكتب، وهي فعلا الموهبة موجودة، لكن على القصص وعلى الروايات وعلى الكتابة النثرية. فكتابة الشعر تعلمتها يعني من الفترة هذه، والآن أنا بأطمح إنه أصدر ديواني الأول عنوانه حلم على مرمى حجر. حلم على مرمى حجر، طبعا حلو. يشمل حلم على مرمى حجر، إن شاء الله بنبارك لك في هذا الديوان. طبعا بيشمل، تفضل. الله يبارك فيك يا دكتور. فطبعا أنا يعني حكيت لك كالسفينة التي تخوض غمارها في البحار، يعني مستمر، أنا مستمر، إن شاء الله. لا محمد، المهلك. هل عرضت شعرك على مدرس اللغة العربية أو على شاعر موجود عندكم في غزة لتقييم الشعر؟ والله هو يعني أنا دائما لما بكتب بأبعته لأستاذ، يعني بحيث إنه هو، يعني أنا مش مدرس لغة عربية أو مختص، أنا بكتب كتابة إبداعية، يعني هذا عن موهبة، يعني هذا زي ما حكيت لك إنه يعني من القلب، يعني فمش إنه أنا يعني بنظمه وفق أصول معينة، لا، هو بيكون يعني تلقائي، تلقائي يخرج ممتاز تلقائي مني. يعني ممتاز. أحيانا أنا لما يعني في جانب من الكون، بس ملاحظة بسيطة، يعني
لما انا بيجيني يعني الخاطره الشعريه، احيانا بكونش انا مثلا فاضي اكتب، فبضطر امسك الجوال وبسجل تسجيل، بحيث انه تضل يعني هذه النابعه الشعريه موجوده. لما اجي انا يعني يخطر على بالي اقعد على مكتبي واكتب، هنا انا بتذكر ايش كان عندي، ايش مر بخاطري يعني من شعر. فهنا انا بكون بمرحله يعني رائعه في كتاب، يعني لما ببدا اكتب ببدا يعني بجزئيات حلوه كتير، لانه بكون عندي خلفيه سابقه وحي للكلمات. فغالبا انا يعني انت سالت على موضوع التدقيق، انا غالبا ببعته لاستاذ او لمختص. طبعا كتير عندنا زملاء وكتير عندنا اشخاص يعني مدققين وبيرعوا الاشي هذا، لكن انا مقتنع فيه انه كتابه ابداعيه يعني مش قيد يعني. ممتاز، هذا شيء جيد. واكيد طبعا هو بيحتاج، استخدام التكنولوجيا هو شيء مهم بيحتاج جدا. لا يعني لا يعني ذلك لا يعني ذلك انه احنا ما نودهوش لاستاذ، لا، لانه هذا بكره راح ينطبع وراح ينقرا، وبعد ما ينطبع وينقرا يعني يحتاج ان يخرج الى النور بالشكل الصحيح وبالشكل المناسب، وانه يكون يعني ما في عليه غبار. يعني. فانا دائما يعني انت من ابناء غزة وانت من شباب غزة، احكي لي عن الصعوبات اللي بواجهها الشاب في غزة، خاصة بتحديات المواهب، اظهار مواهب. نعم، قطاع غزة طبعا مختلف عن باقي القطاعات، عن باقي المدن أو باقي الدول. أنتم تعلمون جيدا أن غزة محاصرة من سنين. يعني غزة لما تيجي تتكلم على موضوع غزة تتكلم عن سجن، لما تتكلم عن سجن تتكلم عن سجناء، لما تتكلم عن سجناء تتكلم عن واقع مرير، عن واقع صعب، تتكلم عن حقوق مسلوبة، تتكلم عن شعب بلا أرض وأرض بلا شعب، تتكلم عن حدود بلا دولة ودولة بلا حدود، تتكلم عن موضوع يعني حساس، موضوع آفاقه بعيدة. فاليوم إحنا كأبناء غزة طبعا إحنا دائما بنحمل رسالة واحدة وعنوانها الصمود. احنا في غزة هان نحمل كرامة، مخزون كرامة يكفي العالم كله، مخزون الكرامة اللي في غزة يكفي العالم كله أجمع. إذا كان يعتقد الاحتلال إنه يعني بده يركعنا ولا بده يجوعنا ولا بده يقطع الكهرباء فهو خاطئ، وأنا بقول له غزة عنوان الكرامة والعزة. الشعب الفلسطيني لا يجوع ولا ينسى مدينة اليسوع. لو قطعتم الكهرباء سنضيء الشموع، لو قطعتم الماء سنشق الأرض ونشرب من الينبوع، حتى يعرف العالم أن غزة لا تجوع وهي عنوان التحدي، وشعبها الجبار لا يعرف الركوع. على الجميع أن يفهم أن غزة بقعة من الكرامة، بقعة من الكرامة، ولا أحد يتمنن عليها، لا أحد. غزة كانت تعطي الجميع، غزة قدمت للعالم، تضامنت مع الجميع. أبناء غزة اليوم حينما تتكلم عن أبناء غزة تتكلم عن فكر، وتتكلم عن ثقافة وفكر حر، فكر حر منطلق إلى آفاق بعيدة. تتكلم عن مخزون فكري وثقافي وعلم، تتكلم عن إرادة وعزيمة وإصرار، تتكلم عن شهامة وعزة. غزة أكيد محاصرة، غزة أكيد ينقصها يعني أشياء كثيرة، غزة فيها يعني عندنا فقدان في أمور كثيرة في مناحي الحياة. غزة في تعطل كبير في التعليم وفي الصحة وفي الاقتصاد وفي الجوانب السياسية طبعا بفعل الحصار، لكن هذا الشعب بيصنع شيء من لا شيء، بيصنع شيء من لا شيء.
يعني مخزون، انا ما اتكلم اقول مخزون ثقافي، فعلا مخزون ثقافي. تيجي تطلع على غزة اليوم، شباب غزة او اطفال غزة بيعيشوا يعني من غير روتين ومن غير وقت ومن غير هذا، خلاص طبيعي طبيعي. يعني يا اما حرب، يا اما فيش يعني فيش يعني اعمال عندهم وخلص، وتوقف الحياة شبه متوقفة، يعني منتظرين الموت لكن مش طالبينه، منتظرينه. من اللي احنا بنشوفه هان بغزة، يعني بأي لحظة نتوقع انه احنا نكون شهداء. طبعا بنفتخر انه نكون شهداء في سبيل هذا الوطن وفي سبيل فلسطين، في سبيل هذه الأرض اللي احنا عايشين عليها وسنبقى عليها، باقون ما بقي الزعتر والزيتون. وهذه فلسطين، هذه أبدع أرض مباركة وأرض طيبة. فلسطين أرض الرباط، وإحنا في غزة أكناف بيت المقدس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن في أرض مباركة، في أرض طيبة، نحن مجاورين القدس، مجاورين مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عاصمتنا، عاصمة فلسطين. نحن نعيش ونعلم أننا منتصرون، ليس بمبادئ إنما بعقيدة. الله سبحانه وتعالى كتب لنا النصر بالقرآن الكريم، ووعد ليعز جنده، ونحن في رباط إلى يوم الدين، وبإذن الله لن نركع. وهذه غزة، هؤلاء هم أبناء فلسطين، من يحمل البندقية. وكما قال الرئيس ياسر عرفات: سيأتي يوم شبل من أشبالنا أو زهرة من زهراتنا سترفع علم فلسطين فوق مآذن القدس، ويرونه بعيدا ونراه قريب، وبإذن الله قريب، وبإذن الله قريب قريب. إن شاء الله. أنا ما أقول لكم أننا نتعلم من أبناء غزة، يعني الكثير ما شاء الله أبدعت في كلامك، وطبعا من صميم القلب شعرت فيه. احكي لي عن معاناة أطفال غزة، يعني أنت طفل عشت ولدت في الحصار والحرب، شفت المآسي، أصدقاء لك قتلوا، مدارس قصفت. احكي لي عن شعور الأطفال في هذا القطاع. طبعا لما تتكلم عن منحى الطفولة، يعني احنا هذا المسمى مفقود عندنا. احنا اطفال بنعدش حالنا اطفال، احنا رجال من مصغرنا. لما تتكلم عن طفل فلسطيني، من بيكون نايم في غرفته زي باقي اطفال هالعالم، وجالس بهدوء يقصف منزل بجواره، او يقولوا له يلا اطلع من البيت بدنا نقصف منزل جنبه، او انه يعني بيتكم بده يقصف. هذا ايش بده يكون بداية حياته؟ طالما من بداية حياته بدأ بالقصف وبالدمار، وحرم الحنان، حرم الطفولة، ام اللي بيحرم ابوه، واللي بيحرم امه، واللي بيحرم اخوه، اللي بيستشهد هدول، وكيف بيكمل حياته وبيعيش؟ جايين تحكوا طفولة؟ طفولة ايش هذه؟ هؤلاء رجال خرجوا من بطون أمهاتهم رجال. السن ليس مقدار، الظروف الذي تأقلموا فيها جعلتهم رجال، رجال فلسطين ورجال الغد. اليوم الأطفال في قطاع غزة، أطفال العالم كله، في عندهم مرحلة من الطفولة. هذه المرحلة بيكون فيها عطف كبير على هذا الطفل، بيكون فيها يعني حنان زائد، وزي ما بيقولوها دلع زيادة، فبيكون الأمر مختلف معهم. اليوم لما تتكلم عن أطفال غزة، كتير منهم محروم حقه. لما تتكلم عن حق مفقود وحق مسلوب، إذا أنت بتتكلم عن شعور صعب، عن نفسية مختلفة. هذا الطفل عاش في نفسية مختلفة. اليوم بشوف يعني أطفال العالم يتمتع وبيلعب وبيطلع. يعني أنا أذكر لك أقرب مثال، إحنا في العيد اللي مر علينا، يعني غالبا الأطفال يعني بينتظروا العيد
من العام إلى العام. في إلهم جو خاص في العيد، إلهم روتين خاص، يعني إلهم بيذهبوا على الملاهي، بيترفهوا، بيلتقوا مع بعض، بيجتمعوا مع بعض، أبناء العمومة، أبناء العمات، الإخوة بيلتقوا مع بعض. يوم العيد لما تيجي تطلع على واقع أطفال غزة، اللي منهم قتل، اللي منهم استشهد أبيه، اللي منه استشهدت أمه، يعني الطفولة مقتولة، الطفولة محرومة. الطفولة في غزة هنا، يعني مفهوم الطفولة في غزة ملغي، ملغي مفهوم الطفولة في غزة. أنا بقول لك ملغي نهائيا، مش موجود. فيش طفل عاش يعني مرحلة جميلة من مراحل العمر. احنا كل سنة أو كل سنتين، ما بتمرق السنة إلا بكون 4 5 تصعيدات على غزة. غير هيك الطفل ما فيش عنده، يعني ما فيش عنده تنمية اجتماعية أو ثقافية. اليوم الطفل، مثلا نيجي نحكي على جانب التعليم، في آخر تصعيد قصفت المدرسة، يعني هو بده يروح على المدرسة، بده يطلع من بيته خايف، وبده يطلع من بيته خايف ومرتعب، وبده يغير نفسيته. طبعا المدرسة في تغيير نفسية، بلتقي مع الأصدقاء، بلتقي مع أصحابه، مع معلمينه، بيكون في نوعا يعني من الهدوء والسكينة للطالب إنه يذهب للمدرسة. يروح يلاقي المدرسة مدمرة، ببساطة النفسية بتكون منهارة. يعني على صعيد المدرسة، المدرسة اتدمرت، يعني ما ضلش، يعني لا خليته أهل واستشهدوا، ولا خليته مدرسة وانقصفت. على الجانب الثقافي، اليوم يعني الاحتلال الصهيوني بيقصف ملاهي وألعاب يعني للأطفال. كمان هو لما بده يعني يلتجئ إلى الجانب الترفيهي، بيجد نفس المشكلة. في أطفال غزة عندهم عقدة نفسية، الله يعينكم. عقدة نفسية، يعني ليش إحنا مختلفين؟ فبالتأكيد بدك تلاقي هذول الأطفال عندهم هذا الفكر وعندهم هذا المنطق، لأنهم عاشوا ظروف وشافوا في حياتهم. واللي بشوف في حياته، بالتأكيد بيقدر إنه يتعايش مع أي واقع، لأنه التجربة أصبحت يعني عندهم خبرة. أنا بقول لك الخبرة 10 سنوات، أنا يعني جيت عندي خبرة، أنا عمري 16 سنة، يعني أنا الآن صاحب خبرة في أمور التصعيدات وفي أمور عشت الظروف هذه. طب هل كتبت إشي أنا للأطفال؟ صاحب خبرة. هل كتبت إشي لأطفال فلسطين؟ سمعنا إياه. والله كتبت أنا إشي للأطفال، صحيح، تفضل. اللي هو غزة تحت القصف والدمار. يلا. غزة تحت القصف والدمار، تقصف كل يوم بالنار، الأطفال فيها تنام في الأحضان، أم تصرخ على رضيعها وآهات من حمى النار، وآهات من حمى النار. يا طفلي ترجل ولا تبكي، فدمعة الحر صرخة تقتلهم. يا طفلي ترجل ولا تبكي، فدمعة الحر تقتلهم. طائراتهم تقصف، وهؤلاء الأشرار لا يعرفوا أننا الأحرار. طائراتهم تقصف، وهؤلاء الأشرار لا يعرفوا أننا الأحرار. أنا طفل غزة ومبدئي الرصاص والنار. أنا طفل غزة ومبدئي الرصاص والنار. ولدت وسط القصف والدمار، وهل تسألني أتخاف من لهيب النار؟ ولدت وسط القصف والدمار، وهل تسألني هل تخاف من لهيب النار؟ أنا بندقية صوتها دمعتي، أنا بندقية صوتها دمعتي، ورصاصها آهتي، ورصاصها آهتي. أنا بندقية صوتها دمعتي،
ورصاصها هتي، أيا صرخة القلب المدوية توقفي، أيا صرخة القلب المدوية توقفي، فسيرحل هؤلاء الأشرار، وسنبقى لهذه الأرض الأحرار، وسنبقى لهذه الأرض نحن الأحرار، وسنبقى نحن الأحرار. أبدعت أبدعت. طيب إحنا شرفنا على نهاية اللقاء، بدي منك رسالة إلى العالم، إيش رسالتك أنت كطفل فلسطيني أو شاب فلسطيني إلى العالم؟ نعم، طبعا أوجه رسالتي إلى المجتمع الدولي وللعالم ولأحرار وشرفاء الأمة العربية، أن يقفوا بجانب القضية الفلسطينية، وأن يعطوا أطفال فلسطين الحقوق المعهودة، الحقوق المعهودة الذي كفلتها منظمات حقوق الإنسان، والذي كفلتها الأمم المتحدة، والذي كفلتها اليونيسيف، واليوم الاحتلال يخالفها. أنا أرى أن يجب على كل حر وشريف في هذه الأمة العربية، وكل من يدعي أنه يدافع عن حقوق الإنسان وهذا المجتمع الدولي، أنا يرى أنه يجب أن يوقف الاحتلال الإسرائيلي عند مسؤولياته تجاه قطاع غزة، وتجاه هذا الحصار المفروض الذي يقتل أبنائنا كل يوم، الذي يفتت عقولنا ببساطة وينهشها. سياسة التجهيل وسياسة يعني التجاهل لهؤلاء الأجيال ولهؤلاء الأطفال ولهؤلاء الشباب، هذه السياسة مرفوضة، ونحن من نقرر. هذه الأرض لنا ونحن من نقرر، ورسالتنا نحملها اليوم للمجتمع الدولي ولهيئات حقوق الإنسان ولكل حر وشريف كما قلت، أن يوقف الاحتلال الصهيوني عند مسؤولياته تجاه هذا الحصار المفروض على قطاع غزة. إلى الجميع وإلى كل من يسمع هذا الصوت، أن يوقف الاحتلال عند مسؤولياته يكفي، فلن يعد للصمت مكان، وغزة على وشك الانفجار، وهذا الانفجار إن حصل ستحصل حرب عالمية ثالثة بكل تأكيد. غزة على وشك الانفجار، ولن يعد للصمت مكان، ودمتم بخير. أبدعت أبدعت. كان معنا الشاعر والسفير الدبلوماسي الشاب محمد خالد دغمش من قلب غزة. ألم أقل لكم أننا نتعلم الكثير من أبناء غزة، نتعلم من صغارها وكبارها، نتعلم من نسائها ورجالها. وأتذكر الآن ما قاله الشاعر نزار قباني، وقال عندما قال: يا تلاميذ غزة علمونا بعض ما عندكم فنحن نسينا، علمونا أن نكون رجالا فلدينا الرجال صاروا عجينا، علمونا كيف الحجارة تغدو بين أيدي الأطفال ماسا ثمينا، كيف تغدو دراجة الأطفال لغما وشريط الحرير يغدو كمينا، كيف مصاصة الحليب إذا ما اعتقلوها تحولت سكينا، يا تلاميذ غزة علمونا. شكرا لك يا محمد، الله يوفقك ويعطيك ألف عافية أنت وجميع الشباب. كان لي عظيم الشرف أن أكون معك اليوم مرة أخرى، أرحب بك باسمي وباسم جميع المشاهدين، وندعو لك بالتوفيق، والسلام عليكم. وعليكم السلام، تحية دكتور.